يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دائما ما نردد هذا الذكر وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، فما هو المعنى الوافي لهذا الدعاء كي نتدبره وفقكم الله؟ حسبنا الله أي كافينا، الحسب هو الكفاية، فالله يكفي من قال الله حسبي، الله من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ونعم الوكيل أي الموكول إليه أمور الخلق، فأمور الخلق موكولة إلى الله جل وعلا، هو الذي يتولاها، فهذا من التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه. نعم.